هات له. لك شو عاد فكري؟ ما تركت لي ولا شفة واحدة من امبارح، يعني عيب. ليش ما بتشتري واحدة؟ لك شو وسطك انت يا جنيدو؟ ليش ما بتفهم بالحكي؟ يعني عمل لك اني موجوع موجوع، ما بتفهم؟ ليش موجوع؟ مرتك عم تاخد دواء وتتعالج، شو اللي مو منيح؟ يضربهنن وهيك علاج. طول الوقت نايمة ما عم يخلوني شوفها. اكيد عم يخلو شكران تاخد كتير دواء مشان تضل نايمة وهيك. اخ يا شكرا. تعذبت كتير بحياتها، كان عندها مشكلة نفسية بالاول بس طابت منها. يعني ليش بيضلوا ينيموها؟ بس لو بتشوفها شلون دبلانة. صحيح لك فكري. مو حابب اني خوفك اكتر على شكران، بس حطوا من فترة قبل صاحب البوفين ميت بالمستشفى، هلا خطر على بالي. ايه؟ وطبعا صارت حالته اسوأ بكتير وما عاد قدر يحكي مع حدا بنوب، بظن من الادوية اللي عطوا اياها، وصار يمشي بالشارع مثل المجنون يا حرام. ايه ايه، معناته انا معي حق. مو معقول. شكرا، لازم تطلع من هداك المشفى بسرعة. تعرف شو بدي اعمل؟ بدي روح واخطفها. ايه. ليكو يا اولاد، انا فايت ارتاح شوي، خلصوا وظايفكم وبرجع بشوفها بعدين. ايه ماشي. شبك حكمات؟ انت رايح لاني اجيت؟ لا، شو هالحكي هذا يا بابا؟ حبيبي انت بتنور البيت، انت السعادة بتجي معك اول ما بتوصل، والبسمة كمان. تا نعم. على فكرة انت لسانك صاير طويل وبده قص. في موضوع مهم كتير وبدي احكي معكم. بابا بدك تشرب بيرة ما هيك؟ بس لميس رح تزعل اذا شربت بيرة. شو؟ لا، في شيء اهم من البيرة. قلت لي شيء اهم من البيرة؟ ليكو، امكن هلا مو نايمة بالمشفى، المفروض نطالع من هنيك بسرعة. ليش بقى؟ بنتي انت بتعرفي شو عم يعملوا بامك جوا؟ عم يعطوها دواء ورا دواء، صارت تضل نايمة مثل الميتة. انتو بتقبلوا هيك يساووا بامكم؟ تقبلوا؟ معقول هيك عم يعملوا معها؟ لا مو هيك للاس، لا صدي اللي عم بيقوله. نسيتي شو قالت لنا لميس؟ قالت لنا عم يعطوها الدواء مشان يعالجوها والطيب. دواء شو هاد؟ هذا الحكي مو مزبوط، هن بس عم ينيموها وعلى الاغلب بدهم يقتلوها. شكران مستحيل الطيب هيك. برأيي لازم نطلعها من المشفى ونجيبها مشان نضل بيناتنا هون. يا بابا إذا جبناها لهون ما رح تطيب. وما رح تطيب عندهم، أنا مبارح كنت عندها بالزيارة وشفتها. ضمتني وقالت لي يا فكري أنا اشتقت كتير لأولادي، كتير اشتقت لهم وبدي شوفهم. واضح إنه هي كمان بدها تطلع. عن جد؟ إيه عن جد. كمان قالت لي اسمع فكري، بدي شوف لي لاسو فكرة بأسرع وقت، هي بتحبكن أكثر ما بتحب حالها. وانتو امكن ما بتحبوها؟ ايه اكيد بنحبها بابا. ايه ولهيك نحن لازم نتساعد، منروح منطلعها ومنجيبها على البيت ومنخليها هون بيناتنا وقدام عيوننا لحتى تطيب، لانه اكيد هون بتطيب اسرع. هلا هيك بتطيب عن جد؟ طبعا رح تطيب، ونحن رح نعمل كل شيء بيطلع بايدنا. اليوم رح نخطف امكن من المشفى بالليل، شو موافقين؟ تمام. ليكو اوعكم تخبروا خدكم او
مفهوم هذا الحكي بس بيناتنا. بابا طيب وإذا مسكونا؟ لك شو يمسكونا؟ ما رح يمسكونا، لا تخاف، أنا عندي خطة محكمة وعندي حل لكل شيء. أوكو تاكلوا أهم شيء. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.